معانا على التليفون أستاذ عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحقوقي والسياسي البارز. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كل بخير يا فندم، الحمد لله. الآن كل الحديث هيبقى على الانتخابات بعد المؤتمر اللي عقدته الوطنية للانتخابات. أستاذ عصام، للمزيد من إلقاء الضوء، يا ترى هل ترى إحنا، طبعا أنا عارف الجدول حافظه يعني، لكن هنبدأ عملينا العملية الانتخابية إمتى؟ شوف، الأمانة تقتضي أن أقول لك أنه كان بيان مقتضب محدد جدا واضح جدا، أثار لدى المصريين شهية كبيرة للحديث عن الانتخابات الرئاسية. صحيح. فأنت بدأت يعني دي خريطة متكاملة للعملية الانتخابية. الأمان معقودة على أن احنا نلتقط هذا الخيط اللي هيبدأ من اليوم، يعني الناس بدأت من اليوم تستعد للمعركة الانتخابية، هتبتدي تجمع التوكيلات بتاعتها، المرشحين والراغبين في الترشح هيعلنوا عن أنفسهم. الشعب المصري عن بكرة أبيه النهاردة مهتم بالمعركة الانتخابية اللي بدأت. أنت بتبتدي عرض كبير جدا، الناس مدركة لطبيعة الانتخابات الرئاسية، مدركة للظروف اللي بتمر بيها الدولة المصرية، مدركة للمحيط الإقليمي اللي بيتابع. أنا تابعت شخصيا عدد كبير من المنظمات الدولية والصحافة العالمية اللي اهتمت بالمؤتمر اللي تم اليوم وبأهمية الانتخابات الرئاسية. كل ده بيدفعنا للقضية المحورية، وهي تحفيز المواطن المصري على المشاركة في العملية الانتخابية. أنت مدرك تماما أنه الضمانة الرئيسية لنزاهة العملية الانتخابية أن يبقى فيه كثافة في التصويت. أي عملية انتخابية من غير كثافة في التصويت تبقى ضعيفة. إحنا محتاجين معركة فورية. المصريين بيثقوا في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. إحنا محظوظين إن الانتخابات دي بالكامل هتكون تحت إشراف قضائي، كل صندوق عليه قاضي. شفنا الخريطة النهاردة وهي بتترسم، كلها بتأكد الشفافية، بتأكد حيادية مؤسسات الدولة، بتأكد عدم التدخل في العملية الانتخابية، بتأكد تراكم خبرات الهيئة اللي هتشرف على الانتخابات، بتأكد إنها زارت وشافت كل المواقع والمراكز الانتخابية اللي هتتم فيها الانتخابات. كل ده يقول لنا ان احنا داخلين على معركة قوية. مهمتنا في المرحلة دي كأحزاب سياسية ونقابات مهنية ونقابات عمالية واعلام ان احنا نشارك في توعية المواطن المصري بأهمية المعركة الانتخابية. نوعي المرأة المصرية اللي قامت بدور كبير جدا في كافة الاستحقاقات السياسية السابقة واللي مدركة لعملية الأمان وعملية الاستقرار. على الجانب الآخر مهم جدا ان احنا نوعي شبابنا اللي هم هيجنوا ثمار اللي اثرت. حضرتك اتكلمت عن كل المشروعات الضخمه اللي تمت، اتكلمت عن كل المبادرات الرئاسيه اللي تمت، كل ده بيصب في مصلحه الاجيال القادمه. صحيح ان احنا خدنا بعضه، لكن اللي جاي هو اللي هيجني الثمار. فمهمتنا ان احنا نوعيهم باهميه هذه الانتخابات وباهميه الصوت الانتخابي فيشارك في الانتخابات القادمه. احنا كمان مش عايزين بس لا ينكر الا جاحد التحسينات اللي تمت، لكن كمان على الجانب الاخر احنا مهم جدا ان احنا نتبنى قضايا المواطنين في الوقت الراهن. يعني لو الناس بتشتكي النهارده في الغلاء، يجب انه اجهزه الدوله تتدخل بشكل او باخر للحد من هذا الغلاء المستشري واللي اكتوت به الاسره المصريه، لانه الناس ما بتنكرش حجم التحسينات وحجم المجهود اللي تم والبنيه التحتيه والطرق والكباري، كل ده الناس مدركاه وشايفاه بعينيها وما بينكرهوش. لكن على الجانب الاخر كمان الناس عايزه نهتم بقضاياها، نهتم بمشاكلها في الوقت الراهن، نقول لهم هنحل مشاكلهم دي ازاي، هنخفف من الاعباء غلو الاسعار ازاي. انا اتصور دي مهمتنا كمان في المرحله الجايه، لان ده هيمكن المواطن المصري انه يختار بين المرشحين بشكل محايد، انه يختار وهو مدرك انه الاستقرار والامان ليه ضريبه، ان احنا نجينا من الجماعه الارهابيه، نجينا من التفتت اللي حوالينا في الاقليم، حافظنا على مؤسسات الدوله، حافظنا على الوحده الوطنيه اللي هي العماد الرئيسي للمواطنين. كل ده يجب ان احنا نستثمره بشكل كبير في التصويت. الضمانه الرئيسيه
لنزاهة الانتخابات، الضمانة الرئيسية للرد على ما يوجه إلى الدولة المصرية من انتقادات، هو أن احنا نشارك بشكل جدي وبشكل موضوعي في الانتخابات. ويكفي أن أقول لك أن كل المنظمات الحقوقية في مصر هتشارك في متابعة الانتخابات وفي رقابة الانتخابات، كل الإعلام الدولي اللي طلب أنه يشارك في الانتخابات هيشارك في الانتخابات، كل المنظمات الدولية اللي هتلتزم بالمعايير اللي وضعتها اللجنة هتشارك في متابعة الانتخابات. احنا ما عندناش حاجة نخبيها، احنا عندنا شفافية واضحة، وعندنا ثقة في المؤسسات، وعندنا ثقة في المواطن المصري. مهمتنا الرئيسية انه الاحزاب السياسية تقوم بدورها، ان النقابات المهنية والعمالية تقوم بدورها، انه النخبة تقوم بدورها بالمشاركة مع الاعلام. احنا طول الوقت بنوجه نقد للاعلام ان الاعلام هو مهمته الرئيسية التوعية، احنا مهمتنا جميعا ان احنا نشارك في التوعية لنضمن انتخابات فيها كثافة، انتخابات حرة ونزيهة، انتخابات فيها شفافية. أنا يعني رسالتي اليوم من خلال برنامجك المحترم هو لكل مصري وكل مصرية إن احنا نمارس حقنا الدستوري، نمارس حقنا القانوني، نمارس حقنا السياسي في إن احنا نشارك في الانتخابات. عند النقطة دي يا أستاذ عصام، يمكن حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، أولا حتى تستقيم العملية الانتخابية لازم يحصل بالفعل تفاعل حقيقي، نزول للناخبين المصريين للجان حتى يقوموا بواجبهم تجاه أنفسهم أولا يعني والوطن مما لا شك فيه، ألا وهو التصويت للمرشح اللي هو عايزه. في جزء مهم جدا أظن متعلق بالأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، أظن لازم المرشحين اللي أعلنوا على الأقل عن نيتهم للترشح أنه يبدأوا إما في جمع التوكيلات من المواطنين أو في جمع تزكيات النواب، وبالتالي ده هيستتبعوا انه علشان اقدر اخد التوكيلات دي او اقدر اجيب التزكيات دي من النواب، ده معناها ان انا لازم ابقى جاهز ببرنامجي او على الاقل برؤيتي العامه، لازم اتحرك جوه المحافظات الى لازم ده يبدا من دلوقتي مش من بكره، صح؟ صح. احنا عندنا تقريبا اللجنه كانت حكيمه في انها ادت مده اعتبارا من اليوم ليوم 12، يعني تقريبا عندنا حوالي ما يقرب من 20 يوم، دول فرصة متاحة لكل الراغبين على أنهم يجمعوا 25 ألف صوت من 15 محافظة على الأقل، في كل محافظة 1000 على الأقل، عشان ما يجوش بعد نهاية المدة ويقول لك لم نتمكن من أن احنا نحصل على التوكيلات. أنت تستطيع من باكر أنك أنت تروح للهيئة وتاخد النموذج وتبتدي تعمل التوكيلات بتاعتك. الأحزاب السياسية اللي عندها نواب ببساطة شديدة جدا، الحزب اللي عنده 20 نائب هيحل مشكلته من بكرة، واللي ما عندوش يقدر يعمل تكتل. يقدر طبعا، وفي وانت عندك 600 نائب، ففي فرصة متاحة انك انت لو بتمتلك رؤية، بتمتلك برنامج واضح، عندك بدائل لحل المشاكل اللي انت بتوجه اللوم فيها للحكومة الحالية او للنظام الحاكم عليك انك انت تطرحها. مهم جدا ان الناس مش تطلع بس انها داخله في خصومه مع المرشح الرئيسي، لا، انت عليك انك تطرح رؤيه وتطرح برنامج وتطرح افكار جديده وتطرح رؤى مختلفه تمكن المواطن المصري من انه هو يستطيع انه هو يفاضل بين رؤى وبين برامج. احنا عندنا 106 حزب، ال 106 حزب الاحزاب السياسيه تحيا وتموت بالانتخابات، وفرصتهم انها متاحه. محدش هيمنع حزب دلوقتي انه ينزل الشارع، محدش هيمنع حزب ان هو يعمل فاعليه في الانتخابات، مش هيمنعه انه ينزل القرى وانه جوعه ويتقابل مع المواطنين. آن الاوان ان احنا نخرج من القاهره ونحتك بالجماهير في المحافظات الاخرى، ونحفز الجماهير انها تشارك في الانتخابات، ونتبنى قضاياهم. انت عندك قضايا خاصه بالعمال، عندك قضايا خاصه بالفلاحين، عندك قضايا خاصه بالمعنيين، علينا ان احنا نتبناها. علينا كمان ان احنا نطرح رؤى وافكار جديده، اللي احنا كنا بنوجه بعض اللوم للحكومه الحاليه. طيب ايه هي البدائل اللي هنقدمها لما اكون انا رئيس؟ مش بس ان انا انتقد النظام الحالي او ان انتقد الحكومه الحاليه، لا، عليا ان انا يكون عندي رؤيه وبرنامج طويل الامد اطرحه على الراي العام. طبعا نعمل ايه كمان؟ نعمل تطور ديمقراطي. هي فرصتنا في ان احنا نعمل تطور ديمقراطي، فرصتنا ان القوى السياسيه تنزل الشارع، فرصتنا انها تعلن عن رؤى وعن برامج، عشان كل حزب من الاحزاب مفترض
ان عنده حاضنه شعبيه بتقف وراه وبتدعمه خصوصا ان احنا عندنا بالفعل يعني انا كنت حتى بقول الحقيقه في اول الحلقه خالص انه لا مزايده ولا تزايد، انا عندي احزاب معارضه موجوده جوه مجلس النواب اما في القائمه، يعني بعضهم بعض مرشحي او بعض نوابهم جم عن طريق القائمه وبعض نوابهم جم عن طريق الانتخابات الفردي وهو معارضه ففي فرصه صحيح. ذهبيه ان انا اقدر اعمل تكتلات. مجلس النواب فتح من بكره صباحا التزكيات المتعلقه بالنواب، لازم تكون الاحزاب دي جاهزه، لازم تكون الطيارات جاهزه، التيار المدني يبقى جاهز، المؤيدين يبقوا جاهزين الى اخره. اللي انا عايز اقول لك ان الساحه متاحه للجميع للمشاركه. أنا أتمنى إن احنا ننتهي هذه الفرصة والأحزاب تطرح رؤى وبرامج وكل من تتوافر فيه الشروط الدستورية والقانونية والشعبية للمشاركة في الانتخابات عليه إن هو يبادر مباشرة. احنا عندنا صح. شروط نص عليها الدستور تنطبق على الجميع، وعندنا شروط قانونية متوافق عليها، وعندنا شروط عامة اللي رغب في الترشح ده يكون شخصية عامة، يكون معروف إن دي رؤية وليه برنامج، يكون ليه حاضنة شعبية بتقف ورا منه وتدعمه وتسنده، يكون بيعبر عن قطاع في المجتمع ويتبنى قضاياه عشان يضمن ان هذا القطاع يصوت ليه او يدعمه او يسنده او يدعم حملته الانتخابية. انا اتصور انها فرصة ذهبية للتطور الديمقراطي اللي بنسعى عليه، صح. فرصة ذهبية لبناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة اللي احنا بنتمناها كلها. عماد اي تطور ديمقراطي في اي دوله في العالم هو ان يبقى عندنا انتخابات، صح 100%. اللجنه اعلنت ان هذه الانتخابات الهيئه هتقف فيها على الحياد ومؤسسات الدوله هتقف على الحياد، يبقى فرصتنا بقى ان احنا ننزل للشارع ونلتحم بالجماهير ونتبنى قضاياهم ونطرح رؤى وبرامج للمستقبل تكون قابله للتنفيذ. قابله للتنفيذ هو ده مربط الفرس، لانه الشعارات ما فيش اكتر منها. أنا أقدر أقعد على الرصيف أكتب 1000 شعار، إيه اللي قابل للتنفيذ؟ أولاً أشكرك جداً 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 الحقوقي والسياسي البارز أستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.